المسلمين. وظل الحال هكذا إلى أن جاء عصر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فوجد الناس لا يحسنون حفظ القرآن الكريم، فجمع الناس على إمام واحد وقال: نعمة البدعة هذه. والعلماء في البدعة بيفرقوا بين البدعة الإضافية والبدعة المستحدثة. البدعة الإضافية يعني إيه؟ يعني يخترع طريقة تسهل على الناس عبادتهم، زي ما عمل سيدنا عمر بن الخطاب. الأصل إن في صلاة تراويح، مظبوط ولا لا؟ الأصل، فهو أضاف إيه؟ جمع الناس تحت إمام إيه؟ واحد. إنما اللي بيخترع بقى يخلي الصلاة زيادة ولا ينقص في الصلاة ولا يعمل حاجات كده، يبقى هذا لا يجوز. هذه البدعة اللي هي ضلالة، وكل ضلالة في الإيه؟ في النار. يخلي المغرب 4 ركعات، يخلي العشاء 5 ركعات، هذا الضلال. لكن البدع الإضافية يعني بيعمل طريقة مستحدثة، هذه الطريقة تسهل على الناس إيه؟ عبادتهم. زي ما عمل سيدنا مين؟ عمر بن الخطاب. بيستحب للمسلم أن يستزيد في هذا الشهر ويحافظ على الصلاة في المسجد في الجماعة. يعني ما نراه في المساجد للأسف الشديد بيبقى في أول يوم وتاني يوم وتالت يوم، يعني متعة، تحس إن الأمة وكأن الله أيقظها. ومن اليوم الخامس تحس إن الأمة عمالة تتساقط. لولا ستر الله النبي صلى الله عليه وسلم سن الاعتكاف، فبيأتي الشباب والراغبين في الطاعة والراغبين في التوبة واللي يريدون أن يستأنسوا بالله سبحانه وتعالى، فالمساجد بترجع تنتعش مرة إيه؟ مرة أخرى. لكن المسلم دائما بيأخذ بفضائل الأمور، صلاة الإيه؟ بصلاة التراويح في المساجد مع الإيه؟ مع الإمام. ذلك أفضل، لأن الصلاة مع الإمام يعني يرجى فيها القبول عن المنفرد. كان مشايخنا يقولوا إن الله ينظر لجمع المسلمين فيرى أخلص القلوب صلاة وعبادة، فيأخذ كل من في المسجد أو من في الجماعة على هذا القلب. طب وإن لم يجد، يعني كل الناس كده يعني زي بعضهم كده سرحانين في صلاتهم والحكاية تعبانة خالص، قال: فيقبلهم الله ويغفر لهم بسبب جمعهم، هم القوم الذين لا يشقى بهم جليس. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. المحافظة على صلاة التراويح مهمة جدا، وهي صلاة الوتر. ابن القيم في زاد المعاد قال: سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحافظ على صلاة القيام، صلاة الوتر، في رمضان أو في غير رمضان كم ركعة؟ 11 أو 13 ركعة. ضيف لهم ركعتين السنة اللي بنصليهم منفردين دول، وبعد كده 11. هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم. بعضهم قالوا: لا، ما تضيفش الاثنين السنة، ده انت بتضيف ركعتي سنة الفجر. ركعتي سنة الايه؟ الفجر. وكام؟ 13. 11 واثنين سنة الفجر وكام؟ يبقى في ليله كان يصلي كام؟ 13 ايه؟ ركعة، منهم سنة الفجر، ويصلي 11 ركعة. هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم. طب واحد ربنا أكرمه وحافظ القرآن أو يستطيع القراءة، هو قراءة صحيحة، وعارف إنه ممكن ينتصر على نفسه الشيطان، يصلي ببيته بيته أحسن، يصلي التراويح ببيته بيته أحسن. لكن واحد حالاتي كده ما يعرفش، لا، يصلي في وسط الجماعة. الأفضل له أن يصلي في وسط الإيه؟ في وسط الجماعة. طيب، هل يجوز أن يمسك مصحف وأنا أصلي؟ في السنن جائزة، ما لم تكن حنفياً طبعاً. عند الحنفية صلاتك تبطل كلمة واحدة، خد بالك. عند الحنفية يبطل الصلاة، لكن الإمام أحمد بن حنبل له في ذلك حديث إن ذكوان كان إمام النساء، وكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الإيه؟ الفريضة، وبعدين يسمح له رسول الله أن يذهب ويكون إماماً للنساء، وكان بيخاف من السيدة عائشة. السيدة عائشة حافظة عالمة رضي الله عنها وأرضاه، فكان يعمل إيه؟ يطلع الصحيفة ويقرأ منها، يطلع الصحيفة ويقرأ منها. طيب السؤال، ذكوان هذا كان بيصلي الفريضة ولا بيصلي السنة؟
السنة ما وصلوا الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو أدى الفريضة مع رسول الله. فالصلاة الثانية هذه ربنا ما فرضش علينا الصلاة مرتين، فهي إيه؟ نافلة. فالأولى المحافظة على الصلاة في الإيه؟ في المسجد، في جمع الإيه؟ المسلمين. أيضا من الأمور المهمة جدا، حبذا لو كان لك ركعات، حتى لو حافظت على الصلاة في الإيه؟ في المسجد مع المسلمين، حبذا أن تكون لك ركعات قبل الفجر، ركعتين قبل الفجر. إن شاء الله إحنا عادتنا في المسجد من أول ليلة من ليالي رمضان بنعمل قيام، نعمل قيام من الساعة الثالثة إن شاء الله. حبذا يكون حتى لو صليت معهم جماعة، اعمل نفسك ركعتين أنت كل يوم منفردا بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. إن شاء الله تقرأ بيهم بالفاتحة وقول الله أحد، غمض عينك كده وحاول تخشع فيهم وبث شكواك لربك، واحمل فوق رأسك ذنوبك، خلي عينيك تدمع تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، خلاها تحرق الذنوب وتبدل مكان السيئات حسنات إن شاء الله. رمضان فرصة عظيمة جدا للتقرب من الله سبحانه وتعالى، وربنا سمى نفسه الرحمن الرحيم، أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فكل ما تتقرب إليه لن يصدك أبدا، إنما من أتاني يمشي أتيته إيه؟ هرولة، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. بس الواحد يروح لمين؟ له سبحانه وتعالى، وتهتف من أعماق قلبك كده في سجودك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. والله ستجد برد هذا في قلبك وفي عقلك وفي سلوكك بإذن الله إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا وإياكم على الصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم بلغنا رمضان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.